في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، سيعقد في 15 من شهر سبتمبر لقاء يجمع الحكومة بالخبراء الاقتصاديين لتقييم واستشراف الوضعية الاقتصادية في الجزائر في خطوة للبحث عن حلول لإنعاش الاقتصاد رغم تأخرها. أحمد بطاف. يبدو أن حكومة السلال قد وصلت إلى طريق مسدود لوضع آليات فعالة لإعادة بعث نشاط الاقتصاد الوطني الذي بات يعيش على حافة الانهيار، مما دفعها إلى الاستنجاد بخبرة رجال الاقتصاد في سابقة هي الأولى من نوعها. هذا الاجتماع سيتبع باجتماع آخر لخبراء الاقتصاد، وسيكون إن شاء الله يوم السبت 15 سبتمبر المقبل اجتماع مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع عدة خبراء لدراسة الوضع الاقتصادي. الكفاءات الاقتصادية الجزائرية التي تتهم في كل مرة الحكومة بممارسة سياسة إقصائية واتخاذ قرارات دون استشارة لأهل الاختصاص، وهو ما فوت على الجزائر الاستفادة من خبرات أبنائها، ليأتي اجتماع 15 من سبتمبر ليكسر الهوة التي لطالما كانت بين رجال السياسة والاقتصاد في الجزائر. هذه المبادرة حقيقة جيدة، لكن صحيح هي في نفس الوقت متأخرة، لأن كان يفترض أن هذه المبادرات تكون سنوية، ويعني أو على الأقل كل 5 سنوات لبناء نظرة مستقبلية حول أهم اهتمامات اقتصادية للجزائر. استشارة الخبراء على الأقل سوف توضح لنا الصورة التي نعيشها، لأن الكثير من الجزائريين يعني يعرفون الواقع، ولكن عندما تأتي الانتقادات من خبراء هذا سوف يؤكد الوضع الذي نعيشه. طاولة مستديرة إذن ستجمع أعضاء حكومة السلال 4 برجال الاقتصاد، وعلى رأس أجندتها ملفات معقدة لكل القطاعات الاقتصادية. فهل سينجح تزاوج السياسة والاقتصاد في قيادة دفة الجزائر نحو بر الأمان؟